في عالم الحيوانات فيه الكثير من الأسرار ومنها الأمراض، واليوم بتناقش وياكم عن أمراض الحيوانات وبعضها الأمراض متشابهة عند البشر. ومثل هذه الأمراض السرطان، مثل سرطان بطانة الرحم عند الخيول إندوميتريوتس، وشيء آخر سرطان الجلد الكارسينوما المتواجد عند معظم الحيوانات. ومثال على سرطان الجلد سيروس بابيلوما في الجمال، ومعظم العلاج والطرق العلاجية يكون بإصقصال الورم خلال العملية الجراحية. فيروس نقص المناعة في القطط، هذا الفيروس متشابه لـ HIV في البشر، وهو يحارب الجهاز المناعي عند القطط المزنية والقطط الكبيرة. أحد طفيلات الدم وهي الترابانوسوما تنتقل بين الأنعام مثل الجمال والخيول والأبقار عبر التيتسي فلاي والهورس فلاي، وهم أحد أنواع الذباب. وهذا المرض موجود في أفريقيا وانتقل بين الناس وبين الأنعام عبر هذه الذبابة. التهاب بطانة الرحم عند الخيول إندوميتريتس يؤدي إلى العقم بسبب تكاثر البكتيريا في بطانة الرحم، وهذا يؤدي إلى امتناع الحمل.